تحت شعار اكتشف نفسك مبكراً، نظم المركز الصحي بمحلة خليف ببلدية بنت بي حملة طبية تطوعية بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر بالمحلة، استهدفت طلبة مدرسة الهاني للتعليم الأساسي ورياض الأطفال. نحن اليوم في مدرسة خليف للتعليم الأساسي الهاني قائمين بحملة كشفية مبكرة لطلبة المدرسة، حوالي 400 طالب عندنا، حوالي عندنا طلبة نازحين من مرزي. حملة تطوعية قائم بها الدكتور ناجي أحمد حمزة والدكتور إسماعيل علي أحمد تجاني للطلبة هذوم أولادنا أحفادنا، نتمنى نعطيهم أكثر. وحوالي 400 طالب عندنا بالمدرسة التعليم الأساسي للشقين الأول والثاني. الحملة شملت أكثر من 400 طالب وطالبة، بينهم 140 طالبا من نازحي مدينة مرزوق المقيمين بالمحلة، حيث تم إجراء كشوفات طبية عامة وتقديم نصائح طبية للطلاب والمعلمين بمدرسة الهاني. كشف على الطلبة المقيمين أو الدارسين في مدرسة الهاني خليف، والذي يتراوح عددهم في حدود 400 طالب. هناك ما يقارب 140 طالب من نازحي مرزق. كانت الحملة طبعا بسيطة جدا، الغاية والغرض منها هي الكشف عن الأشياء أو الأمراض المزمنة أو الأعراض لبدايات أمراض بالنسبة للأطفال الدارسين في منطقة تخليف. ونشكر الأطباء الذي قاموا بالحملة، ونشكر إدارة مدرسة الهاني، ونشكر شباب الهلال الأحمر بمنطقة هلال خليل. القائمون على الحملة يهدفون من إقامتها إلى تقييم صحة التلاميذ والكشف المبكر عن الأمراض التي تؤثر على صحتهم وتحصيلهم الدراسي.